هنا بقرية بو عبد الرحمن ببلدية أثوسيف بأعالي جبال جرجرة تنتج أجود الأجبان بمختلف أنواعها وبالطريقة التقليدية. عائلة عبد المالك واحدة من العائلات التي تحافظ على النمط التقليدي في تحضير الأجبان من حليب البقر الطازج، والكل يعمل على قدم وساق. نعم، كما ترون نتعاون كلنا لإعداد الأجبان، أنا وزوجتي وأولادي، ولكن لحد الآن المؤسسة لا تزال مستثمرة عائلية. جبن طبيعي خال من المواد الكيميائية، مهيئ في ظروف صحية ومطابقة للمعايير المعمول بها. ما كاش حاجة لي برودوي شيميك، كلشي ناتوريل. الحليب عندي لا تمبيراتور، عندي لا تمبيراتور تاع الحليب، عندي لا بريزور لو سيل لا صالون راني نخدم، لازم تكون دوغري 18 16 دوغري، ندير كليماتيزور. راجلي دار لي ستاج في الخارج، دارنا هنايا وقرينا وحدنا، قرينا وبدينا نخدموا وحدنا انا وراجلي، ندير شوفي نقراو ومن بعد نجيبوا الحليب ونسيو. استثمار فلاحي يستحق التشجيع بالنظر إلى المجهودات التي تبذلها هذه العائلة وغيرها لتقديم أجود المنتوجات التقليدية التي تساهم في التعريف بالمنتوج الوطني خارج الحدود. الجروري